تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعجب فعجب قولهم أهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا آصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتختم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أندية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى
ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. آمنت بالله صدق الله مولاي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 25، وفي حصة الأمس فرغنا من تفسير سورة يوسف المكية، ولم يتسع الوقت للشروع مباشرة في تفسير سورة الرعد المكية أيضا، واليوم نشرع في تفسيرها مستعينين بالله إنه ولي التوفيق. وأول ما نلفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم سورة الرعد، أخذا من قوله تعالى في هذه الآية التالية: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وثاني شيء نلفت إليه النظر بمناسبة ابتداء هذه السورة بحروف الهجاء المقطعة ألف لام ميم راء، أنه ما من سورة بدأت بهذه الحروف إلا وجاء في أعقابها ذكر القرآن والانتصار له وتبيين أنه نزل من عند الله وأنه حق لا شك فيه ولا ريب، كما نص على ذلك ابن كثير بناء على استقرائه في التفسير. وثالث شيء نلفت إليه النظر الانسجام التام الواقع بين نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد المكيتين، فقد ختمت سورة يوسف بالحديث عن القرآن: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كما افتتحت سورة الرعد بالحديث عن القرآن: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع السماوات والأرض من مختلف الأكوان في العالم العلوي والعالم السفلي، داعيا كل الناس على اختلاف الألوان والأجناس إلى تأمل آياته الكونية تمهيدا للإيمان بآياته الدينية. فقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها
على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر متنوعة من صنع الله العجيب، ولظواهر دقيقة من تدبيره المحكم، مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيب أن يحتكم دائما إلى العقل الناضج والفكر السليم وأن يعتمد عليهما، بل هو واثق بانتصاره أمام فحصهما، مطمئن إلى إقناعه لهما، لأنه في الحقيقة منبثق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى هنا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، على غرار قوله تعالى في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في كلمة ترونها يعود على السماوات تأكيدا لنفي العمد عنها، أي الأعمدة، بمعنى أن السماوات مرفوعة بغير عمد كما ترونها، فهي لا ترتكز على أي شيء ما عدا قدرة الله التي تمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في ترونها عائد على العمد لا على السماوات، فيكون معنى بغير عمد ترونها أن السماوات ليس لها عمد مرئية. ومفهوم ذلك أن للسماوات عمدا، أي أعمدة، لكن عمدها لا ترى. وإلى هذا التأويل ذهب ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم، إذ قالوا: لها عمد ولكن لا ترى. وهذا التأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض المعاصرين في تفسير هذه الآية الكريمة. جاء في كتاب البرهان من القرآن أن كتل الأجرام السابحة في الفضاء الفسيح الهائلة ثقلا وكثافة وحيزا، وإن كان يظهر أنها لا ترتكز على شيء يدعمها ويدفع ثقلها الهائل، فإن هناك شيئا محققا يمسكها ويتحكم فيها قبضا وبسطا بإرادة الله وحسن تدبيره. وهذا الشيء الخفي هو ما يعرف اليوم بقانون الجاذبية، الذي اهتدى إلى إدراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد. فالعمد التي لا ترى هي الجاذبية التي تجذب الثقيل إلى الأثقل والكبير إلى الأكبر، وصدق الله العظيم. وقوله تعالى هنا: وهو الذي مد الأرض، لا يناقض مبدأ أن الأرض مكورة، فالمد من جهة أن كل قطعة من الأرض على حدتها ممدودة، والتكوير من جهة أن جملة الأرض لها شكل كروي،
ولا تعارض بين الأمرين. وقوله تعالى هنا: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، المراد به أنه سبحانه خلق من كل ثمرة صنفين، دلالة على عظمة قدرته وحكمة إرادته. فمن العنب مثلا أسود وأبيض، ومن التفاح مثلا حلو وحامض، وهكذا. فما بالك بالأصناف الكثيرة العديدة التي لا تحصى عدا، كالتمر والعنب الذين بلغت أصنافهما العشرات من الأشكال والأحجام والطعوم. ونبه القاضي عبد الجبار على أن لفظ اثنين بعد لفظ زوجين في هذه الآية هو تأكيد يفيد فائدة زائدة، لأن الزوجين قد يراد بهما أربعة، فبين بقوله اثنين المراد، وهو خلقه من كل شيء ذكر والأنثى وما يجري مجراهما. وقوله تعالى: صنوان وغير صنوان، المراد بالصنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل، والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. وقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم. من الممكن أن تحمل الأغلال هنا على معناه المجازي، إشارة إلى ما هم مقيدون به من سلاسل التقليد الأعمى التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة والمعتقدات الضالة، مما يحول بينهم وبين تفتح الأذهان وإدراك حقيقة الإيمان. وهذا المجاز يجري مجرى الطبع والختم على القلوب الواردين في مثل هذا السياق في عدة آيات كريمة: طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، إلى آخره.